تصدق بقالي كتير قوي ما حدش عمل عيد ميلادي. كل عام وانت بخير يا بعد قلبي. وانت بخير يا نور عيني. على شو؟ صبري. تعالي تعالي. انا والله مبسوطه انك افتكرتني في عيد ميلادي. ايه مش هناكل التورته؟ هناكل التورته. اقعدي غمضي عينيك. اهو شكلك عامل مفاجاه يا طلال. افتح شوفي ايش جايب لك. الله كلك ذوق والله تحفه. ولا ما بيكفي نظره من عيونك الحلوين. واي شيء تبغيه اي شيء شاوري وانا لبي على طول. انت بتلبي من قبل ما شاور ومن قبل ما ابغي كمان. عن جد عجبتك هديتي؟ ميرسي عجبتني كتير كتير قوي. على العموم ايه في حاجه تانية ولا ايه؟ لو مش عجبتك هديتي اشتري اي شيء تبغيه. انت كتير يا طلال طول عمرك ذوق. ما تخرفش منك ابدا ابدا. ايه يا توتو بقى مش هنفرفش ولا ايه؟ خلصي لي الاستماره وبعد بكره اكون بزبرتك جاهز. يا اهلا يا سلام تحت امرك. لا بس الشمس في واحد تاني بيعمل لها شغلها. لو على البنتين التانيين جاهزين خلاص كانوا عندك في الميعاد. تسلم. سلام. اكتب ايه في المهنه؟ الوظيفه دي ايه؟ سيده اعمال. الله ما كلهم بيكتبوها كده. انا مش فاهمه يا اخويا ايه لزوم السفر والشحطات. ما كان يجي هو هنا وخلاص. ما انا موجوده. هو انا حطير؟ هو اللي برج من دماغه طار. ده كل ساعه بيتصل بيا عاملها لي حضر الذاكر. دهلا دهلا دهلا. انت عملت له يا بنت ده شغلانه. طب ما انا برضه شغلي ان اكون مدير اعمالك واظبطك يا دولا. الشغلانه دي فيها خير لينا خير لينا كلنا يا دلال. سجارة. طب والخير ده بقى ان شاء الله هيتقسم ازاي؟ باسمة عصام. عندك مانع؟ لا يا اخويا ما يلزمنيش. افتح الله. ده كده السفريه مش جايبه همها. خليني انا قاعده هنا وخلاص. هعتبر نفسي ما سمعتش البق الحمضان ده هو. بس الامانه تقتضي ان اقول لك الحقيقه لاني مدير اعمالك. حبيبه قلبي انت ما عندكيش حتى شقه والقرشين اللي تاخديهم منه مش هم دول اللي هيعيشوكي. انت عايزه ابقى بشقه يتقفل عليك يا دلال. ده الخير لسه جاي كتير وانت وشطارتك يا بنت. لا لو على دلال هتجيب بدل الشقه عماره. دي تربيه ايديا. وبعدين بقى بعد كده احنا مش هينولنا للفرافيت. وما تخش شقتها بقى وتقفل على نفسها مش هينولنا حتى الفتافيت. هتقري عليا ولا ايه يا خالتي؟ معقول انسى العسل ده كله؟ ده انا حتى ابقى بنت حرام. طب لو سهير طلعت المصلحه دي مع دلال الفرافيت والفتافيت اللي مش عاجباكي دي هتبقى لقمه حلوه وطريه وزي الفل. ولا ايه رايك يا عوس؟ دي فكره حلوه جدا. اكيد عنده اصحاب مزاجهم عالي برضو. يا عم انت جاي تهدي النفوس ولا توقف حالنا؟ ليه بس يا عوس؟ الراجل بيقول لك طالب شمس تودي له قمر. سيبك من الحوار ده وشمس وقمر والكلام الفارغ ده وركز معايا كويس قوي. موضوع الشقه ده انت مالي ايدك منه؟ مالي ايدي وبس. ما قلت لك انت وشطارتك يا دلال. اللي هتقدميه باليمين هتاخديه بالشمال ودول اقل حاجه بيرموها شويه الماظ ودهب. يعني مش بعيد بعد كام سفريه من دول افتح لي مشروع. ممكن. طب وربنا والنعمه البت دي التلميذ اللي اتفوق على استاذه. عندك حق حضره الناظر. واذا كان على البنات مفيش اكتر منهم. مخوكوا ما يروحش لبعيد. انا عايز اعمل حاجه ملهاش دعوه بشغلنا خالص. حاجه كده على جنب. سبوبه يعني؟ ما عنديش اي مانع يا حبيبتي. ظبط دماغك على دماغي كده وافهم. شكلك مش معايا خالص. انا عايزه حاجه كده لما بطل اتركن عليها. طب ايه لازمته الكلام الحمضان ده دلوقتي؟ ما احنا ماشيين حلو. لا لا ده حتى فالها وحش عليك يا شمس الشموس. ما هي الشمس مسيرها تغيب في يوم من الايام. لا يا حبيبتي في بلاد اوروبا والبلاد الاستنافيه الشمس ما بتغربش. اهي مش فاهم منها حاجه ولا من دين ولا من دينك. لكن قالت لك النصيحه. تعالي يا دلال نحط زيتنا في دقيقنا ونخلف بنات صغيرين نسلمهم الرايه. لا يا اخويا انا رايتي تدفن مكاني. وبعدين يوم ما افكر احط زيت في دقيق مش هيبقى معاك انت يا اختي. بلاها زيت وبلاها دقيق. خلينا في اكل عيشنا يا دلال. خطوه خطوه. النهارده تعملي مشروع بكره تعملي 100 مشروع. انا بفكر كده اعمل صالون تجميل. لا 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 يا شموسه كله الا ده.
يوم والتاني هو بصت لقى الحكومه طبع عليكي. وهي الحكومه مالها ومالي ان شاء الله؟ انا بقول لكم انا مش هعمله ساتر. ايوه يا شموس انا فاهم، بس الحكومه مش فاهمه. حبيبه قلبي ما تنسيش ان ليكي ملف في الاداب، والحكومه بتاعتنا حكومه قلبها سويد، ما بتنساش حاجه ابدا حصلت. خلينا في القريب يا دلال عشان نشوف اكل عيشنا. النهارده عملت مشروع، بكره تعملي 10. هاتي لي سجاره بقى. واحنا بقى ايه ان شاء الله؟ هنطلع كده من المولد بلا حمص قرديحي واحنا كنا سبب في الخير ده كله؟ ليه؟ ما احنا علمناها الشحاته حتى تستغيثي، سبقتنا على الابواب. السيجاره دي مش راضيه تولع. يا السيجاره اللي مش راضيه تولع، انت اللي مش قادره تشدي.